بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائي الطلبة والطالبات الصف الثاني الابتدائي الأزهري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في درس جديد، وهو الدرس 13 بتاريخ 31/3/2020. سوف نقوم في هذا الدرس الجديد بتصحيح آيات جديدة من سورة المجادلة، وهي الآيات من الآية 14 إلى الآية 17. فأرجو أن يركز الجميع مع هذه الآيات تصحيحا وتلاوة وأحكاما ومعاني لبعض الكلمات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا أحبابي الصغار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. طبعا الآية فيها بعض الأحكام التجويد، منها ما مر علينا من قبل ومنها أحكام جديدة. فمن هذه الأحكام التي مرت علينا حرف الذال في كلمة الذين، نخرج فيها أو معها طرف اللسان، نقول الذين ولا نقول الذين، نقول الذين. من ذلك أيضا أحكام الإخفاء والغنة في قوله منكم منكم، هذه غنة منكم، يعني لو قلت منكم هذا غير صحيح، الصحيح أن تقول منكم. كذلك تقول ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. كلمة الكذب في حرف الذال، هذا الحرف تخرج معه طرف اللسان. من الأحكام الجديدة معنا في هذه الآية قوله قوما غضبا قوما غضبا، فكلمة قوما آخرها تنوين، وبعد هذا التنوين حرف الغين، وإذا وقع بعد التنوين حرف الغين فإن التنوين هنا حكمه الإظهار، ما ينفعش أغن، لابد أن أظهر، أقول قوما غضبا قوما غضبا. لا يصح أن تقول أيها الطالب أو الطالبة أن تقول قوما غضب قوما غضب، لا، هذا لا يصح. الصحيح أن تظهر هذا الإدغام، هذا الإدغام، تقول قوما غضب. نقرأ الآية من أولها: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية التالية: أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا. هنا نلاحظ أن التنوين وقع بعده حرف الشين، وهنا إخفاء، وهذا الإخفاء
معه غنة، نقول عذابا شديدا، عذابا شديدا، ولا يصح أن نقول عذابا شديدا، ولا يصح أن نقول عذابا شديدا، بل نقول عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء ما كانوا يعملون. نقرأ الآية من أولها. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. الآية التالية. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. نقرأ من أول الآية. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. الآية التالية. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. نقرأ من أولها، نركز على الغنن وعلى المدود كما بيناها فيما سبق من الدروس. نقول قال الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سألكم من بعض معاني الكلمات في هذه الآيات. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين، يعني ألم تنظر إلى هؤلاء، والله تعالى يعني في هذه الآيات المنافقين. ماذا صنع هؤلاء المنافقون؟ تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اتخذ المنافقون اليهود أصدقاء وأولياء، لأن الله عز وجل غضب عليهم. قال: ما هم منكم ولا منهم، والمنافقون في الحقيقة
ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، بل هم قوم مذبذبون، يعني هنا تارة وهنا تارة، ليس لهم طريق محدد. قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعني ويحلفون كذبا أنهم مسلمون، يقولون والله نحن مسلمون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما حلفوا عليه هذا. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.